ألف يا مبروك. جويرية، الله يبارك فيك. قولي لي، البداية جت مع البكالوريا ازاي؟ في الحقيقة هو يعني محتاجة بس أقول إن البداية ما كانتش قوي مع البكالوريا. أنا البكالوريا أخدتها في آخر سنتين بس من دراستي، اللي هي تانية ثانوي وتالتة ثانوي ما يعادل يعني. ولكن أصعب وأصعب يعني، أنت دمجتي المواد في آخر سنتين. أه بالظبط. أنا في الأول أصلا كنت يعني أنا من وأنا طفلة وأنا بتعلم بنظام الدمج يعني. حتى في الحضانة كنت في حضانة عادية جدا، في المدارس كنت في مدارس عادية جدا، بس أنا كنت بدرس الدبلومة الأمريكية في البداية. وبعد كده قررت ان انا في اخر سنتين ان انا انتقل للبكالوريا الدوليه، بسبب ان البكالوريا الدوليه بتنمي اكتر مهارات الكتابه والتحليل والبحث، ودي حاجات انا بحبها جدا لان انا شغوفه جدا بالكتابه والقرايه والحاجات دي. فكنت حابه اكتر ان انا ادخل في حاجه لازم اكتب فيها كتير واحلل وابحث وادور على المعلومه، وفيها سيلف ستادينج يعني انا اللي ممكن اذاكر لنفسي حاجه. أي. مش لازم اعتمد بشكل كلي على مدرسين.